أحييكم من الـ LBC آي وإليكم أبرز عناوين نشرة الأخبار. إعلان حال الطوارئ في مصر والشرطة تسيطر على ميدان رابعة العدوية. وفد عسكري تركي في بيروت واستدعاء عدد من أهالي مخطوفي أعزاز للتحقيق. حفلات الزفاف تهدد غابة الأرز. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBC آي مع بسام أبو زيد وديما صادق. مساء الخير. بعد أقل من 3 أعوام على ثورة يناير عادت حال الطوارئ إلى مصر. اللواء عبد الفتاح السيسي مسلحا بالتفويض الذي منحته إياه شريحة واسعة من الشعب المصري أقدم أخيرا على استخدام القوة لفض اعتصامي ميدان النهضة وميدان رابعة العدوية المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي. الديمقراطية المصرية لم تعمر طويلا إذن. سرعان ما قضت عليها ارتكابات الإخوان وطموحات العسكر. أما السيسي الذي صورته صحيفة الأخبار المصرية قبل أيام ينظر إلى المرآة ليلاقي صورة جمال عبد الناصر، فلا يملك حتى الساعة من تجربة الرئيس الراحل إلا مصادرة الحريات. هكذا بات الانقسام داخل الشارع المصري لا يجد آليات سلمية لرعايته وسط منطقة ملتهبة تبتلع نيرانها كل انقسام سياسي. فأحداث مصر مرتبطة في جزء منها بعودة السعودية بصورة رجلها القوي بندر بن سلطان إلى الساحة لمحو الإرث القطري الداعم للأخوان المسلمين في المنطقة ولمواجهة إيران وحلفائها. لكن قبل دخول في التفاصيل نلفت المشاهدين إلى أننا نقدم هذه النشرة من استوديو مؤقت بسبب الأشغال داخل استوديو الأخبار لتجهيزه كي يصبح ملائما للبث الرقمي والفائق الدقة. أسابيع قليلة ونعود إليكم بحلة جديدة.